هو الأول الهدف إن إحنا نتعلم شخص. كل مرة بقولها على قد إيه؟ على اسم ما تطلعش من هنا عايز تشرح حد. يعني مش الهدف إنك تشرح لحد. ومش الهدف إنك تخش في جدال مع حد. يعني في بداية الجلسة الفلسفية ما تخشش في جدال مع شخص خالص. فمثلا بنقول الكرايتيريا إنك شخص ليه افتكرت سبعة. أنت مضطر تحفظ السبعة ليه؟ يعني لو انت مش الشخصية اللي تتنطط على زميلك اعرف خلطه لان هم سبعة خد اثنين ثلاثة شخصية. المرحلة دي تبدأ تنطط تشخيص. اللي يتخصص منك بقى في الاي سي جي يبدأ يحفظ نظري عشان الامتحانات. ان انا ما اضيعش وقتك انك تذاكر وتحفظ 10 كرايتيريا مش مطلوب منك. اقصر طريقة التشخيص هو المطلوب. موافقة؟ فاحنا هنقول كل حاجة وكل حاجة موجودة في المحاضرة. ولكن نصيحة لما تقرا خطر منها نتيجة شرح الناس. انما اول حاجة هي هو الاس جي من اول التركيز والدكتور، يعني اول ما احتاجكم تركيز والدكتور. اللي عايز يعمل شوية مش مشكلة. أول حاجة الـ ECG لو أنت قاعد لوحدك تقرا هتقول إيه ده ريكوردي وشريط تاني مش بس اسمح لي مش ده الهدف. الهدف إنك ما ينفعش تمسك الـ ECG وتقول كان عندي عنده هارد فيلير. ما ينفعش تشخص حاجة ميكانيكال بالـ ECG. ممكن مع الوقت يبقى عندك خبرة إنك تلقط حاجة معينة ماشي مش مشكلة. إنما ركز من الأول إن أنا جاست إلكتريك مش ميكانيكال. عشان بس قدام هيجيلك مثلا عيان يقول لك والله انا كشف عند دكتور فلان حبيبك اللي كنت معاه بالليل وقال لي عندك هبوط في عضله القلب. ما تشتمش بس شيل الكلام ده من دماغك وما تخلوش تركيه ليه كنت بتفكر. ما تستخدمش الاي سي جي في تشخيص حاجه ميكانيكيه. اوعى تنسى في حاجات اسمها بيزك كونسبت برضه التسخين كده يعني مش محتاجه تركيز. انا مضطر اقول انما انت مش لازم تعرفها. تعرفها بقى اللي ايه؟ اللي هيدرس بعد كده. لو انتوا فاكرين في النرج والمصل كان عندنا اي ممبرين له الكتريستي وهو الزيرو. اللي بيتحكم في الكتريستي زي ما انتوا عارفين تركيز الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم ميلي اكسترا سيلولار والبوتاسيوم ميلي انترا سيلولار. واللعب بقى بالصوديوم بيخرج بسرعه والكالسيوم بيدخل والكلام ده اللي كان بيعمل اكشن بوتنشال اللي احنا كلنا كنا بنكرهه. فهي الفكره هنا ده الريسكينج بتاع الفرد في مصر. بره بوست جوه هنا ولا يزال. انما وصل لها اشاره. هذه الاشاره غيرت البرنامج. بدا الصوديوم والكالسيوم يلعبوا فقدت الاكتيفيتي. ما عادش بقت زيرو، ما عادش في كهرباء. مركزين؟ بنيان زيرو، ركز كده. بعد شويه بقت دي زيها. بعد شويه بقت دي زيها. بعد شويه دي بقت دي زيها. طب ما هو بالظبط لو انا صورتك اربع صور ورا بعض ورحت عاملهم بسرعه تبان كانك بتتحرك. فنفس القصه هنا هو ده التيار الكهربي اللي بيمشي. ده ما يطلق عليه الاكشن بوتنشال اللي انت عايزه. بتعمل ايه؟ حط بس ابره وتوصلها للجهاز غير مطلوبك. يبقى ده ريكوردنج وكريتر اكتيفيتي وظهرها. خلاص؟ ثم الفكره كلها بقى انت قلت ان في طيار ماشي كده انا عايز اروح اصور انا عايز اصور عايز اصور عربيه عشان ابيعها باخد صوره من قدام واقول شكل الفوانيس كذا باخد صوره من فوق واقول شكلها كذا باخد صوره من ورا واقول كذا صح؟ والقلب نفس الكلام، عايز اخد صوره من الانتيري رول، وصوره من البوستيري رول، وصوره من اللفه، تاخد الكلام ده ازاي عن طريق الليدز. الليدز هي الكاميرا بتاعتك. عندنا 12 ليد. ليد واحد واثنين وثلاثه. وبعدين ثلاثه ليد
صغيرين ما بيبانوش، فالجهاز بيضرب في طولتين يزودهم عشان يبانوا، هنسميهم اوجمنتد ليدز اللي هم اي في ار اي في ال اي في اف. كل المطلوب طبعا الاسامي بس، 1 2 3 اي في ار اي في ال اي في اف، والاي معناها هايبر اوجمنتد ماشي. وبعدين يبقى كده 6، فاضل لك 6 هنا من في 1 لحد دي 6، دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6. خلاص؟ ركزوا بقى في الحته اللي جايه دي. مثلا هناخد لما تحب تصور الانفيريور سيرفيس وظهرت، جهز الكاميرات 2 و3 و ايه ده؟ طب انا هقول بعد كده. مركزين كده؟ يبقى اللي بياخد اللقطه للقلب هو الليدز، ده الكاميرا. طب انت قلت هنا ان في تيار ماشي كده. افترض ان الكاميرا محطوطه هنا. يبقى التيار ماشي في اتجاه الكاميرا، ركزوا في دي قوي. ويرسم فيها بوزيتيف وش. ركز. نفس التيار ده ماشي كده، في كاميرا هنا. اديها ظهره، يرسم فيها نيجاتيف. دي أول معلومة ممكن تفيدنا واحنا بنشخص التشامبر المارجنال. إنه الأكشن بوتنشال لو ماشي في اتجاه ليه يرسم فيه بوزيتيف. وفي نفس اللحظة هيرسم نيجاتيف في مين؟ في الليل دلوقتي. والغلس. هسمي لك الغلس. يقول لك افرض ماشي بين الاثنين. صح؟ لو رايح كده ورايح كده، جاي كده. لسه باي فيزيك لسه حتى بص في حته لحد دلوقتي كل اللي انا قلته ولا يلزمك انما رقم 1 ان الاي سي جي اتمشر ليه باساميهم رقم 2 خد بالك لو الاكشن بوتنشال ماشي باتجاه ليه يرسم فيه بوزيتيف وفي نفس اللحظه يرسم نيجاتيف والكلام ده هيتعاد ما تقلقوش ده الكلام الممل اللي المفروض لو عايز الاقيك اقوله. انما هي المحاضره تبقى موجوده ممكن تاخدوها وتذاكروها. طبعا افضل مذاكره انك تسمع دلوقتي وبعدين تروح مثلا اسم الكارديولوجيا او تعرف الاستقبال جالك اي سي جي تحاول تطلع منه حاجه. اول اي سي جي هتشوفه في حياتك ولا كلمه. كله مش هتلاقيه. حد اكبر منك هيقول لك ده في كذا. الاس جي اللي بعده هدور على كذا دي. عشان كده اللي بيشتغل افضل من اللي بيقرا. عشان كده في حاجات كتيره لما جيت اتعلمها اتفرجت الاول وبعدين كلمت. مش العكس. لان اللي بتقراه قبل الشغل بس. ماشي؟ ده الكلام اللي احنا قلناه، خد بالك ان الاس جي 12 ريد 6 ليمب مش 6 شيست. الليمب ليد اسمه 1 2 3 لو عايز تضيع عمرك اقعد ذاكر ان ليد 1 بتوصل الايد الشمال بالرجل الشمال وليد 2 بتوصل الرجل الايد اليمين بالرجل الشمال وليد 3 بتوصل الايد الكلام ده يعني لو في زياده في عمرك يمين ولا حاجه ضيعهم في الكلام كانه لا يسمن ولا يغني من بره مش هيفرق حاجه هو التنطيط بس عايز تركز عليه هو بيوصل منين هل عصر الرخامه ده عدى انت بتترجم على فيسبوك اكتر يعني بتطلع شكل اللي عندك على فيسبوك طبعا يا ابني دي يا ابني مش عارف ايه في النت طبعا فيسبوك عدى الجدول ده والله مش خلاص مش متخيل ان انت تدخلها بس انا ده كده مش عارفه معناها بس هي عشان تبقى حصريه ده الفيس احنا قلنا لين 1 و2 و3 وليد اي في ار واي في ال واي في اف وبعدين البيز. البيز المفروض تبقى عارف مكانها مين؟ اولا في عيادتك المفروض انت اللي بتعمل اي سي جي. المفروض الصح كده. هنفترض انك انت حد اشتغل المفروض تعلمه كويس لان ممكن يخدعك. يعني مثلا لو في ميل بتعمل اي سي جي والبريست بندرس. انت كدكتور فاهم انه بندرس وان النمل مش مكانها الطبيعي. انما ممكن لو انت عندك حد بيعمل لك يشوف النمل فين لان هو حافظ كده بيحط على النمل فيعمل لك ديسي على قبل مش بهزر والله شفتها كتير فعشان كده لازم انت اللي تعمل روتين كده تروح حاطط ايدك هنا صوب السيرنا الماتش تروح نازل اول حته عاليه انجل فلوس قصادها سكند بوستر كفرش تحت سكند سبيس 2 3 4 تروح حاطط في 4 في 1 1 4 سبيس جاست بيسايد الاسترنال على الرايت ولا على الليفت؟
في اتنين زيها. أربعة. إحنا كام سبيس؟ بعد أربعة سبيس خمسة سبيس. حط في أربعة على الإكس. يعني خمسة سبيس في الميكرو كلها أربعة. يبقى في أربعة فين؟ على الإكس. في ثلاثة حطها بين الاثنين. وبعدين أنت وصلت للخمسة، مش ده آخر حدود القلب. بالعقل هتنزل، ما نزلش بقى، ما أنا آخر حدود القلب، أمشي كده بقى. حط بقى خمسة جنبها، ستة جنبها. في اللاينز اللي بعدها. الميكلا روكلا إنما هي فرصة إن أنا أقول لك حكاية الأكشن والبوتنشال كمان مرة. أنت حاطط في واحد وفي اثنين هنا صح؟ في واحد وفي اثنين دول بيبصوا على الليتر. بيبصوا على الليتر. في خمسة وفي ستة بيبصوا على الليتر هنا. مش أنت دارس كده؟ قلت لي القلب رايح قلت لي ليفت. يبقى خمسة وستة بيبصوا على الليفت وواحد واثنين بيبصوا معاك على الرايت. طب ثلاثة وأربعة خلاص؟ طيب خليك معايا كده. لحد بس ما نكمل بعد كده عايزك تبص هنا. ايه رايك في الوجه دي؟ راح في اتجاه ايه؟ في خمسة وفي ستة ترسم فيهم بوزيتيف. هي نفسها في نفس اللحظة ترسم هنا البوزيتيف. هنا اسمه ار والنيجاتيف هنا اسمه اس. طب مش الوجه دي تحت الليفت لينتر كده؟ صح؟ يبقى لو انت عايز تعرف الليفت لينتر الكبير ولا لا؟ اجمع البوستر ده عن نيجاتيف ده مش بالظبط ده من هنا جيت اتجاه الويفي الويف راحه اللي هتاكتيفيت الليفت فينتركل اتجاهها كده يبقى راحه في اتجاه 5 و 6 ترسم فيهم بوست اسمها ار. هي نفسها في نفس اللحظه بالنسبه للي في واحد ماشيه عكسها فهترسم فيها نيجاتيف. يبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا بتدي مسار الليفت فينتركل لما تجمعهم على بعض وتشخص منهم الريليشن اللي هنعمله بعد كده. برضه الكلام تجمعهم مع بعض او تقارنهم مع بعض تسال منهم. جمعتك عليا يعني ولا ايه؟ نبدا هاو تو كونكت الاي سي جي. معظم اللي قاعدين اول هدف معاهم كده منه في ليه؟ تاني هدف الفلوس، ثالث هدف العلم. فاحنا بادئين في الثالث. بس الثالث هيجيب الثاني وهيجيب الاول. بس عايز صبر. صبر قوي يعني، انا واحد متأخر. هي المحاضرة هتبدأ يعني. فين هنبدأ؟ طب ما قبل ذلك خلاصته ايه؟ خلاصته خد بالك ان الاي سي جي ريكوردينج اوف الكتريك اكتيفيتي ما تشخصش على طول. رقم اثنين الاي سي 12 بيت 1 2 3 اي بي ار اي بي ام اي بي اف والفيز اللي بعدها مكان الفيز بدايتك 4 صح وتكمل. اخر معلومه في البيز اللي قلناه لو الاكشن بوتنشال او الكهرباء بتاعه مكان الماكر القلب في اتجاه ليد هترسم في هذا الليد بوزيتيف وهي نفسها هترسم في الليد اللي وراها. بس ده كله قلناه. نبدا بقى موضوعنا لما تشوف اي سي جي تكومنت ازاي. الكلام ده مش كلام نظري يعني مش كلام امتحانات. لو جالك اي سي جي في الاستقبال او في عيادتك ومش عارف تشخص امشي سيستم فجيب. خليكم كده يعني احنا بنبقى بصين كده هوبا ده انفكشن بسرعه دخلها. طب ما لقناش او بص على البيت او بص على الريزلت فده ما تاخدوش على انه يعني احنا سيبنا عهد المحاضرات. الكلام ده كلام اونلاين. أول حاجة الريت. تاني حاجة الرسمة والاتنين مع بعض، الاتنين بيخلصوا في نفس الخطوة. وبعدين الأكسس. كل ما تمشي في المستشفى تلاقي امتياز بيدور على الأكسس. هو دي شغلته. مع إن أنت ممكن تطنشه خالص وليس ده وقته. إنما معظم الخناقات أو الخاصة بين اللي ناويين علم على الأكسس. مقضيين الليلة في خناقة على الأكسس. لو عايز تحسبه أقول لك على طريقة سهلة.
انما لو كبرت دماغك يعني. ثم تبص على كل ويب بسرعه. الفرصه ان نعرف الويبس دلوقتي وبعدين خبرتك تربط بقى. العيال بيقول لي الحقني صدري بيوجعني بضرب في دراعي الشمال ادور على ايه؟ على الفرشه. العيال بيقول لي قلبي بيرفرف وملخبط كده ادور على الاذن اي اف. دي خبرتك في الاعمال التالت. انما حاليا ريت وريزم وريست هما الثلاثه دول. ما بعد ذلك عينك هتبص على الويب وعلى الويب. نبدا الريت. نبدا بالريت. ركزوا في الحته دي. انا عايز اعرف الريت بتاع الضغط. ورقه الاي سي جي متقسمه مربعات كبيره. المربع الكبير يحتوي على خمس مربعات صغيره. وده المقياس بتاع الاستخدام. لو انت عايز تعرف النهارده ريت خد قرار الاول هو منتظم ولا لا؟ اللي هو الرسم اللي رقم اثنين. اعرف المنتظم ازاي؟ ان المسافه بين الكونفليكسز قد بعض. يعني لو فرضنا الار بين هنا والار بين هنا المسافه دي قد ايه قد ايه؟ اعرفها بمجرد النظر او بجيب ورقه من غير كسوف احطها واعلم بالجاف واشوف نفس المسافه ولا لا. كلنا بنعمل كده. لو كان منتظم لو القلب منتظم ممكن اخده كستاندر اعتمد عليه. يعني اعتمد عليه؟ يعني اثبت الار دي والار دي واشوف بينهم كم مربع. كم مربع؟ لو بتعد المربعات الكبيره طلعوا ثلاثه. اقسم 300 على الثلاثه يطلع النهارده ريت. طب لو بتعد المربعات الصغيره؟ يبقى 1500 على طول. شو المربع الكبير في 5000؟ واضح ان حصل دي جنريشن. لا دي سي جي بي ده ذكاء. طبعا تعقيم الكلام ده نظرا من 60 ل 100 اقل من 60 اكتر من 60 بحتاج كارديو. نقول على السي جي احسن عشان اللي بيبان لك. بس ده الاي سي جي. عايز احسب الريت اضرب عينيا بسرعه اشوف منتظم ولا غير منتظم. منتظم يعني ايه؟ يعني المسافه من هنا لهنا قد دي قد دي قد دي ولا لا؟ ممكن تيجي بمجرد النظر. لو شاكك هات ورقه حطها كده. حط علامه بالجاف هنا وعلامه هنا. وشيل الورقه حطها كده. شيل الورقه حطها كده. طبعا المفروض النايب يبقى معاه مسطره اي سي جي. انما مفيش مشكله الورقه شغاله. طلع منتظم. فاكر الكلمه دي؟ لو الهارت ريت منتظم اعتمد عليه لان الراجل منتظم. يبقى تثبت بقى الار دي والار دي وعد المربعات. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. يبقى الهارت ريت كام؟ 60 300 على 5. عشان عديت الكلمه في مشكله في الكلام ده؟ نعديها. ده لو الهارت ريت ايه؟ افرض الهارت ريت غير منتظم الريجولر ما اعتمدش عليه بقى. انا هعتمد على واحد مش مظبوط واحد منحرف. يبقى الهارت ريت مش منتظم ما تعتمدش عليه. اعتمد على ورقه الاي سي جي اللي هي المنتظم. ماشي؟ اعتمد على ورقه الاي سي جي ازاي؟ ركز بقى. اروح جاي حاطط هنا علامه على اول مربع ده على الاي سي جي واعد 30 مربع واقوم حاطط عليها ثانيه. مركزين؟ حط علامه على الورقه. دي مش محتاجه انك تشوف. حط علامه اعد 30 مربع واحط علامه ثانيه. حصلت 30 مربع بين علامتين. كله مركز؟ ال 30 دول عشان يبقوا 300 محتاج تضرب في كام؟ خليك فاكر. المسافه اللي انت حصلتها دي عد لي فيها كام كومبلكس؟ بص 1 2 3 4 5 6 7 طلع فيها 7 كومبلكس. تضرب في ال 10 اللي انت قلت عليهم تطلع 70. انت عامل 30 مربع فتضرب في 10. طب لو عامل 15 مربع؟ تضرب 20. عدد المربعات اللي انت عايزها شوف الرقم اللي وصلها ل 300. طب لو عامل 10 مربعات انا مش هضايقك بس التكرار ممكن واحد سحب يضرب 30 كمان مره. لو الهارت ريت منتظم تعتمد عليه. لو الهارت ريت منتظم اعتمد عليه. ثبت ده وثبت ده وعد المربعات واقسم عليهم 300. لو الهارت ريت غير منتظم ما تثبتش بقى دول. ليه؟ لانك لو ثبتت دول
لا خمس مربعات طب ودول مربعات مش هينفع طب اثبت شنو ثبت المربعات حط علامه على الورقه وعد رقم يقبل اسمته ال 300 عليه يعني 30 15 10 20 لو جت سحبت الغباء وحطيت 25 ده مشكله لا تيجي في اللجنه انما ممكن تيجي في لحظه الشغل لا انا بثبت 30 وراح دماغي لان ال 30 فيها فرصه كبيره للفاريابيلتي فلو ثبتت 30 مربع عد لي فيهم كام كومبلكس ماشي علامتك هنا وعلامتك هنا عديت فيهم سبع كومبلكسز اضرب في 10 يطلع 10 بالك انت خدت قرار في الرزم مش هو النقطه اللي انت نقطه الرزم انت خدت قرار انت بتاعك الرزم ده اخباره ايه؟ مش محتاج ورق بصوا تحت على اللونج ستريب هل المسافه دي قد ايه؟ خلاص خلاص احنا قلنا نقطتين في الكومنت خد بقى ليه بيت جنب كده لو قبلك لو قبلك هرب غير منتظم غير منتظم بص على البي ويف في حاجه اسمها بي ويف قبل الكونجرس الممثل الهيت ويف لو ما لقيتش بي ويف البي ويف مكانها فين شفت بص لحد ما نقول بس يعني دي البي ويف كله شايفها قبل الكومبلكس ده بي ويف وده اسمه الكومبلكس كيو ار اس ودي اسمها التي صح؟ بعيد اهو هنا بي ويف كومبلكس وتي طيب بص كده اللي جاي دي فين البي ويف؟ مفيش بي ويف لو بصيت على البي ويف هتلاقي مفيش بي ويف فلو لقيت هارد غير منتظم بص على البي ويف ما لقيتش بي ويف يبقى الموضوع خلص يبقى انت ريال فيبريشن ما انتش خاص من الاول طب لو لقيت بي ويف لو في بي ويف والهارد برضه غير منتظم يبقى دي اكسترا سيستول غير ماتيوريا عشان كده المشي سيستماتيك ممكن يجيب التشخيص لحد دلوقتي فالريت والريزم ازاي تحسب ريت وازاي تاخد قرار في الريزم وفي ايه اللي بيه عندك لو لقيت الهارد غير منتظم دور على البي ما لقيتش البي يبقى طب ليه البي؟ اكسر السكوت بقى ايه عشان هنقول بعد كده. تالت نقطة ده اكزامبل تاني للريزم هل ده منتظم ولا غير منتظم؟ منتظم بس حاجة متساوية يا تعد المربعات يا تستخدم عينيك يا تحط ورقة صح الريزم المفروض ان هو المنتظم غير منتظم في حاجات كتيره طبعا ده كلام نظري انما يعني لحد ما تبقى تقرا فيتر الفيبريشن التعقيد مات مات مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا انتوا عارفين ان الاسم يكرر مين؟ اس نود افرض اس نود ماتت اتريال بتحاول يبقى اسمك ده اسمه بس اسمه اتريال سكيب ريزم انما ساعات الاس نود عايشه الاتريال يغلس عليها طب لو غلس عليها يعمل ايه؟ ياكل شله من الفايبر يعملوا شله كده ويضربوا امباس ده اسمه فلتر هو العجيب ان انت نايم وبتمضغ اللبان مع ان اقول كل الجوارح تلال بس انت مغمض انت مش في حاجه اسمها مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا يعني كل شيء اللي بتضرب بالباص اسمها مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا دي المرحله اللي قبل الاف يعني لو انت غلطت وقلت عليها اف مفيش مشكله مع راس العلاج انما زميلك الغلس اللي بيحب يحرجك قدام العينين يقول لك ايه؟ شو يوف ده مات ايه اللي استفدته؟ هي منظره غلط انما الترم ده هيعمل وبعدين دول بقيه اسباب الريجولار هارت ده كلام نظري بقى رابع ليه؟ نروح للاكسس بقيت ورزم بعد كده الاكسس نفهم الاكسس يعني ايه وبعدين نفتي هو القلب عامل كده تحب طبعا نبص القلب اتجاهه كده خلاص انتوا عارفين انه دي رايت فنتركل وهنا دي حته ليفت بس بس عايزك تركز حتى كنا بنقولها زمان في الكارديولوجي دي هارت از دايركتد داون وورد فورورد تو ليفت ايه رايك لو الليفت فنتركل كبر الليفت اللي هو الصحيح ده لو كبر هيبقى كده صح
ده الهارد اهو، والليفت ده كبير كده. مركز؟ مش ده الحته دي كانت فاضيه الليفت ملاها، مش ده كان الهارد عمل كده؟ ده اسمه ليفت اكسس، ان القلب لف ناحيه الليفت شويه، اقول عليها هوريزونتال هارد. طب ايه رايك لو الرايت هيك كده؟ الرايت هيك كده يبقى اسمه رايت اكسس او فيرتيكال. طب من الاخر مش الاكسس يعني تشيمبر اللوجيكال؟ طبعا في اسباب كتيره للاكسس بس يعني هي اشهرها التشيمبر. فانت لو قلت رايت اكسس يبقى عنده حاجه في الرايت، لو قلت ليفت اكسس عنده حاجه في الليفت. عشان كده لو وقع منك في شغلك العادي في 99% مش هتتاثر. انما هنقوله برضه عشان يبقى عندك فكره عنه. يبقى انت فهمت دلوقتي ان ده النورمال اكسس. كده ليفت اكسس كده رايت اكسس. انا واقف كده صح؟ انا واقف كده قدامك. ارسم لي دايرة فيها القلب بتاعي مرسومة هنا. اه انا قلبي عامل كده واقفين دي مش ده اتجاهي صح؟ طب لو قلبي كبر الليفت بنت كبر هيعمل كده ده اسمه ايه؟ ليفت اكسس. طب لو كبر كده رايت اكسس. طب ايه رايك لو الليفت كبر جدا اهو 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 كبر جدا حاجة هنا صح؟ طب لو الرايت كبر جدا كده كده هنيجي هنا. فاهمين القصه دي؟ فانا رسمت محور صيني ورسمت محور صامت وحطيت القلب هنا. يبقى المربع ده كان نورمال هارت. طب لو جه هنا؟ ليفت اكسس ده. طب لو جه هنا؟ طب لو جه هنا؟ سبير ليفت او رايت اسمها نو مانز لاند. مشاعر. ده للناس اللي هتحسب بعد كده الاكسس. اللي انا رسم قدامك ده الانسان رسمت على صدره محورين وشفت الاكل اللي جوه ايه. ماشي وعاد الهزيمة. ولا قلت لك مش هيقول لك مش ده زبالك. انتوا فهمتوا الاول يعني ايه اكسس؟ شوف هنحسبه ازاي. في ثلاث طرق. أول طريقة إنك تمسك الإس جي في إيدك تحط إيدك الشمال على ليل واحد وإيدك اليمين على ليل ثلاثة. في مشكلة؟ يلغي الوضوء. الشمال فين؟ ليل واحد واليمين بس. بص على الإس جي ليل واحد بعد ان الاي سي جي بي يقف بس كومبلكس تي. خد الكومبلكس. الكومبلكس البيت واحد مينلي بوزيتيف ولا مينلي نيجاتيف؟ دور لو لقيته مينلي بوزيتيف يعني طالع لفوق طلع ايدك الشمال فوق. وبعد بص على الثلاثه شوف الكومبلكس هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو لقيت المنظر كده يعني البوزيتيف في ليد واحد ايدك دي اللي فوق يبقى ليفت اكسس ديفينيشن. هنشوفها. طب افرض حطيت الشمال على ليد واحد واليمين على ليد ثلاثه، ليد ثلاثه هو اللي بوزيتيف. يعني ايدك دي اللي فوق يبقى رايت اكسس ديفينيشن. الجلس هيقول الاثنين فوق انا بلحقك انا بقول هات من النورمال. طب واللي ارخم منه؟ الاثنين تحت. هو الصح ان احنا نبقى فوق تحت دايما نعلم. يبقى اللي فوق نورمال. طب واللي تحت وحش قوي السيفير اكس ديفيشن. خلينا مش اسهل من كده. ده نظام كي جي 1 وكي جي 2 اقول هتنع في اللي مكسوف يقول انا مش فاهم. ايد الشمال على ايد واحد وايد اليمين على ايد ثلاثه وشوف مين فيهم بوزيتيف ومين نيجاتيف. الكومبلكس في ايد واحد وايد ثلاثه. لو لقيت في العيان ان ايد واحد بوزيتيف وليد ثلاثة نيجاتيف ايدك دي اللي فوق الشمال يبقى ليفت اكسس. طب لو العكس رايت اكسس. لو الاثنين فوق نورمال ده النورمال. طب لو الاثنين تحت سيفير اكسس ديفيجن. انتوا خدتوا حضرتك اللي انا ليه؟ طب يعني ايه
الكلام اللي احنا قلناه. دكتور. نعم. طيب الأولانية خلاص تعرفوها انطفوها. الطريقة الثانية من غير نسبة. في حاجة مش فاهم الأولانية. الشمال فين؟ واحد. واليمين؟ ثلاثة. الطريقة الثانية بقى. دور على مين؟ ايه الكومبلكس باي فيزيك. هتقول لك هو بدور على ايه؟ مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. الطريقة الثانية دور على ليه في الكومبلكس باي فيزيك يعني في حته بوزيتيف وامتى نيجاتيف قد بعض. خلاص؟ هدفك ايه دلوقتي؟ ليه في الكومبلكس باي فيزيك؟ لايه؟ يبقى الاكسس في اتجاه اللي العمود عليه. اتجاه دلوقتي. انترسانت ده على فكره الانترسانت ده مش محور سين ومحور صاد. دليل واحد ودليل اي بي اف. خلاص؟ وده فكره دي اس ما هتسمعها مكتوبه ايه؟ عشان كده المفروض ان دي تبقى متعلقه في كل عينيه مركزه. المفروض واحد زي دي تبقى متعلقه. شوف بقى الطريقه الثانيه. انا بدور على باي فيزيك كومبلكس. يعني ايه باي فيزيك؟ يعني في حته بص في حته ايه؟ لقيته في ليد واحد. لقيت الباي فيز الكومبلكس في واحد. يبقى الاكسس في اتجاه اللي العمود عليه اللي هو يبقى الاكسس في اتجاه ركز. طب الرخم هيقول لي طب الاكسس اللي تحت ولا الاكسس اللي فوق؟ مش انت دلوقتي خدت قرار ان الاكسس في اتجاه اي بي اف؟ بص بقى على اي بي اف. لو كانت بوزيتيف يبقى في اتجاه البوزيتيف. لو كانت نيجاتيف يبقى في اتجاه النيجاتيف. دي تاني طريقه وانت مش مطالب انك تستخدمها. أول طريقة معاك حكمة خلصت. إنما اللي دماغه فيها مكان ياخد الطريقة دي. الطريقة الأولانية كنت بتدور على إيه؟ مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ تريد واحد تريد ثلاثة أنا أحدد لك. الطريقة الثانية بتدور على باي فيز الكومبلكس. لو لقيته امسك الليد ده. الأكسس في اتجاه الليد العمودي عليه هتجيبها منين؟ في الخريطة دي. عشان كده لو الخريطة دي مش موجودة خلاص بس الطريقة دي مش ماشية معاك. حد فاهم؟ طب ولا لا؟ الطريقة التالتة بقى للمتفائلين. الطريقة التالتة دي عايزة واحد قاعد في العين مركزة والعين حالته مش كريتيكال وقاعد يذاكر فقال لك أنا هطبق على عيني. إنما ما ينفعش تعملها باستقبال. العين بيموت وأنت ماسك ورقة قلم وعمال تحسب. الأكسس إيه والباب إيه؟ تاخد قرار بسرعة وخلاص. دي الطريقه الثانيه اللي قلناها طبعا ان شاء الله في الاول. بس اهم حاجه ما تكتئبوش لان دي اغلس حته اللي لسه. الطريقه الثالثه بقى انك تحسب. يعني ايه تحسب؟ هو احنا لما رسمنا مش قلنا ده ليد واحد وده ليد اف؟ هنستخدم دول. واحد ليد اف. تعالى ليد واحد. بص على الكومبلكس. لقيت الكومبلكس في حته بوزيتيف سبع مربعات صغيره وحته نيجاتيف وربعين صغيرين. يبقى عندك زائد سبعه وناقص اثنين. المحصله زائد خمسه. ركز. يبقى ليد واحد في زائد خمسه. تعال على ليد واحد اهو وعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وحط على فاكر الرسم الباقي؟ ماشي. روح لايه بي اف. لقيت فيها ثمانيه بوزيتيف وثلاثه نيجاتيف. المحصله خمسه بوزيتيف. على ايه بي اف؟ حط على يبقى انت حاطط هنا علامة وهنا علامة صح؟ نزل ده كده وده كده قبل بعض هنا هو ده الأساس. ده الطريقة الثالثة. هنقول كل الثانية هنا أول طريقة دي للمتفائلين. إذا في الشمال على ليد واحد، اليمين على ليد ثلاثة، لو الشمال فوق ليفت اكس، لو اليمين فوق طيب، لو الاثنين فوق، لو الاثنين تحت خلاص؟ لكنها بقى معاك دي اللي هتشتغل دي. الطريقه الثانيه تدور على ايه؟ باي فيز. لقيته في ليد معين يبقى الاكسس في اتجاه
اللي يجي العمود عليك اجيبها منين؟ من الشكل اللي قدامك. خلاص؟ شكلها موجوده عندك؟ شكلها موجوده عندك؟ معاك ايه؟ يبقى معلق بعينيك. او يبقى كده بقى. يبقى دي في مسطره. والنايم كده مطلوب. حتى في الادويه المفروض ان النايم يطلع كتاب يشوف الدوز ويحسبها. بس انا لو طلعت كتاب في الاستقبال الحق ده جايبين واحد لسه. خد بالك اي مصيبه بتحصل في اي مستشفى بتوصل في مين؟ الامتياز. اقول لك انا رحت واحد امتياز شافني. هو كده الناس عند راح مستشفى واحد شافه وشاف رسم القلب واداني حقنه وربنا كرم كنت هموت. دي بقى انه لما راح بره يكشف قال له مين؟ منه لله اللي قبلك في الاسبوع ده كده. فانتوا السنه دي هتشيلوا كل جرائم المجتمع. استعيدوا الى يعني. وفيت خط المظاهرين الانتخابات بقى. الطريقة الثالثة نحسب. قلت انا امتياز مسالك مع الدكتور مريم. طبعا طويل لابس البلطو، البلطو بتاعي كان تحت الركبة كده ومفتوح. فكان الدكتور مريم بيعمل كده، الدكتور مريم بلطو طويل جدا وفتحه وماشي كده، اي حد يقابله يلوش ويشتمه اي حاجة. مرة في الدور الثاني داخل كده فداخل بسرعة. بفتح الباب وداخل فكان في مس قاعد على الديسك مش على الكرسي راح نقطه مرعوبه تتضرب. بقى بصيت كده انت امتياز راح قال لي مفيش حاجه تزعل يعني كلهم هتقولوا دي. نروح للثالثه. الثالثه هنحسب. الثالثه هتعمل ايه؟ هتبص على بيت واحد وتاخد قرار الكومبلكس بتاعه صافيه كام بوست بوليت. لو لقيت بيت واحد فيه الكومبلكس بوزيتيف 7 يبقى زائد 7. تعالى بقى على الاكسس اهو وعد على ليد واحد 7 وحط علامه. بص على الاي بي اف. الاي بي اف فيها 7 بوزيتيف و4 نيجاتيف. يبقى المحصله زائد 3 زائد 7 وناقص 4 يبقى زائد 3. تعالى على الاي بي اف وعد 3. يبقى انت عندك نقطه على ليد واحد ونقطه على الاي بي اف. انزل كده وروح حاضنها في دلاله الاكسس. هتشوفها دلوقتي. كم طريقه كده؟ هنقولهم كمان مرة بس يعني ايه الطريقة الثالثة اللي هي واحد ايه عشان مش متخيل يعني ايه بوست نيجاتيف. لو ليه واحد كده شايفين الكومبلكس؟ الكومبلكس فيه 3 نيجاتيف تحت يعني النيجاتيف عامل 3 ورا بعض والبوزيتيف عامل 8 زائد 8 وناقص 3 لو محصلة زائد 5. ده ليه كده؟ واحد. طب ما انت مش عندك الشكل. بص مش الشكل دي واحد كده وايه في اف كده؟ هو رسم 5 على البوست بقى. خلاص؟ تعالى ليه في اف؟ ها 5 بوست و3 نيجاتيف 3 مربعات 2 انا اسف يبقى زائد 5 ناقص 2 زائد 3. مش ايه في اف كان عامله كده؟ هو خد الحته البوست رسم عليها كام؟ 3 اهو صح؟ يبقى ركز معايا. رسم هنا 5 ورسم هنا 3. ركز شيل دي كده ونزل دي كده تقابله هنا اهو ده الاكس. خلاص؟ لا لو رجعت لشكل الدايره او الدايره دلوقتي ام اف تحت بوست فوق ام اف عشان كده انا مش حافظها. انا بطبطب انا عارف ايه واحد ايه اف الباقي سايبها. هنطبق حد جاهز؟ حد جاهز؟ حد يقول الاكسس في البتاعه دي كام؟ رايت ولا ليفت؟ هتستخدموا اي طريقه؟ هتستخدموا اي طريقه؟ اول طريقه ايدك في الشمال فين؟ على ليفت واحد واليمين فين؟ على ليفت ثلاث واليمين بوست ومين ليفت؟ جدد وضوءك انت ليفت. ايه حد معترض؟ حد مش فاهم من غير صوت؟ بص ليد واحد ايه؟ بص انت فاهم؟ مش ناقص بص في الشمال فوق شايف دي التلاتة؟ مين اللي نيجاتيف؟ يبقى ايدك اليمين تحت يبقى ده ليفت اكسس. نشوف كمان
ده الشكل المفروض المفروض انك لو فرضت حصل ده انت واحد شايفه هنا البصل بتاعه وهنا النيجاتيف بتاعه هنا البصل بتاعه وهنا النيجاتيف بتاعه كل واحد جوه البيت بتاعه انت عارف واحد ايه يفكر بس من الزمن يا ولد كم مربع قلنا عليه مثلا اهو وهنا كم مربع قلنا عليه هذا الاكس ده صعب بس عايزه انا كنت بعملها ازاي؟ بجيب الاس جي زي ما تقابل الاس جي في حته ورقه فاضيه من الاس جي تطلع من بره اروح اقطعها واقعد عليها ده اللي قلنا قلنا بين نورمال مش كده؟ لو كانت هنا تبقى ليفت لو كانت هنا تبقى رايت طب قلنا قلنا اكستريم دي اسمها نورمال زلما دي اسباب الابنورمال اكسس طبعا دي للقراءه مش للقراءه بقى للقراءه بعدين يعني ايه اللي يعمل ابنورمال اكسس؟ يعني الليفت اكس دي يبقى ليفت بتبقى الكتروفي ليفت بندل كورونري حد يطبق الطريقه على دي كده ارجع بالمكتوب طب ايدك الشمال فين؟ من واحد لفوق ولا لتحت؟ لفوق قوي طب ايدك اليمين؟ بس اليمين غلط اليمين عايزه تنزل انت عمال تيجي تنزل كده ايدك اليمين لتحت واضحه دي قوي يبقى ده ليفت اكسس حد معترض؟ مش هنشوف وافق رجالة ايدك الشمال اللي فوق اهي ما ده بسط وايدك اليمين لتحت اهي ما هو نيجاتيف اعتبر الثلاثه اهي لتحت اهي واحد نعم دي واحد وثلاثه لا كنت قايلها زمان قبل امتحانات بس ما عرفتهاش عشان ما افتيش بس وده امانه انا بس حكيك واقول لك اصل بره وكده حد يشوف الاكسس ده فين؟ اوعى تتخيل انك تقول عليك كنت عامل الدنيا اول ما دخلنا طب في اولى كنت ايه الدكتور اللي متخصص في القلب ده؟ ليه ما يعرفش كل حاجه؟ هو ايه ما عندوش مخ ولا ايه؟ انما حاليا بتوع الكارديولوجيا نفسهم بدل يدرسوا كل واحد بقى بياخد حته يشتغل فيها. ما تخجلش انك تقول مش عارف بس الدكاتره بس اوعى تقول لعيان مش عارف اوعى دي ما لهاش علاقه بمان بس هو مش هيفهمك مش هيفهمك في واحد زميلي بيعمل مسطره لواحد قريب ده المسلم فيبقى العيان بقى قلق وسايكو وعمال يحط قال بص لو حركت رجلك الشمال هيفلت مني ممكن تموت يهدده مع اللي عنده ليجن ومحتاج له عمل اركبها لك لا لا ما تركبهاش مش هركبها معيش فلوس وراح مسافر عملها في اسكندريه فلما قابلته قلت له انت عملت كده ليه؟ يقول لي ده قلب الشمال هيفلت منه ممكن اموت امال لو ركبت له عمل هيحصل ايه؟ مع العيال لا مش عارف ما اعرفش مع العيال كل كلام عام ما فهمش منه حاجه لو تقرا ويجي لك القعده كله انما مع الدكاتره دي بقى انا ما اعرفش انا اعرف كل حاجه كتير حد يقول لي الاس ده ايده الشمال فين؟ خدها بص اطلع لفوق اطلع مش احنا ايدك الشمال واحد لتحت وايدك اليمين فوق لما ترى الاس دي معترضون وقع في اسباب طبعا انت ندخل على الايت الرابع خد بالك انت عرفت الريتم حسب ازاي؟ وعرفت الريتم لو منتظم ولا غير منتظم؟ وقلنا لو غير منتظم بالمره بص على الجنب يبقى كسبت ليه هيلث وريسبونس ستور صح؟ وبعدين دخلنا على الاكسس عرفناها بطريقه سهله شكل الويفز ده مجرد انك تتعرف عليها كلام كده انما يعني مش محتاج ان احنا نقعد بقى دي اسمها البي ويف دي اسمها البي ويف دي تمثل الاتريام هو نورمالي اتفقنا ان الكاردياك سيل الخليه براها بوستي وجواها نيجاتيف صح؟
لما الكهرباء دي تفقد فتبقى زيرو. شوف اللي بيتحرك بعد كده اسمها ديبولاريزيشن، فقدت كهربتها. وده اللي بيمشي ده الكهرباء. فالبي ويف تمثل الاتريال ديبولاريزيشن اللي هو الاكتيفيشن. طب انت دلوقتي خليت الكهرباء زيرو، مش المفروض ترجع تاني بوست بعد كده عشان الحياه تستمر؟ رجوعها للبوزيتيف اسمه ريبولاريزيشن، العوده للحياه. يبقى البي تمثل الديبولاريزيشن. طب فين الاتريال ريبولاريزيشن؟ مش باين، اختفى كل الاكسجين. نروح للفنتر كيو ار اس كومبلكس. كيو ار اس كومبلكس تمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن. مش معنى كيو ار اس ان لازم ثلاثه موجودين، مش شرط. ممكن تبقى ويف واحده اللي هي الار بس، بس احنا اتفقنا ان كومبلكس وخلاص. تمثل فنتريكولار ايه؟ ديبولاريزيشن. التي ويف تمثل عوده الفنتر ventricular repolarization. وما فين الventricular repolarization؟ وقع في الكومبلكس. طب بص كده، مش انت قلت ان الكومبلكس ده يمثل الventricular depolarization؟ يعني فقط كهربته، يعني كهربته بقت زيرو. ركز بقى، يبقى الحته ده اهي، برافو عليك، اسمها الاس تي سيجمنت، اللي تمثل ان الventricle كهربته زيرو. ايه؟ اسمها اس تي سيجمنت، مش اسمها اس ولا اسمها تي، اسمها اس تي. عشان كده الاس تي دي لو علت او نزلت، الله، ده في كهرباء هنا المفروض زيرو. فلما تعلى او تنزل يبقى مرض. تقول كمان مرض. ما هي الكيو ويف؟ كيو ار اس كومبلكس. الدكتور ديبولاريزيشن والتي الاس تي سيجمنت المفروض انها زيرو على الخط ايزولكتد لانه فقد كهربته. فلو لقيتها عاليه الوضع يبقى مش زود بي ار انترنال من اول دي لحد اول الكومبلكس اسمها بي ار انترنال. دي عباره عن الامبرس ماشيه في الاتريوم، واحد نازله في الليفي نود تمهيدا لوصولها للبنت. فالبي ار انترنال بتمثل الكونتاكشن. النورمال بتاع البي ويف، البي ويف ده عرض ولا طول؟ ما هي اوفر 2.5 2.5 كده. التمييز ايه؟ مربع صغير. ما تبقاش تقول لي ملي فولت وملي سكند، انا ما اعرفش الكلام ده، عشان اللي عارف مربع صغير. يبقى البي ويف كام؟ 2.5 2.5. طب والبي ار انترفال؟ من 3 ل 5 مربعات صغيره. لو لقيتها اكتر من كده يبقى انت شخصت فيرست ديجري هارت بلوك من بدري. طب لو لقيتها اقل من 3؟ ده التوصيل سريع بقى، ده نوصل بسرعه. بري اكزايتيشن سندروم، لون باركنسون وايت سندروم. انت كل مشكلتك دلوقتي بس لما تسمعني النظري، ايه الهارت بلوك؟ ايه البري اكزايتيشن؟ بعدين اعرفها. انما حاليا البي ار انترنال تمثل التوصيل. مش هي بدات من اول البي لاول الار؟ يبقى دي بتقول لك الكهرباء ماشيه لحد ما وصلت لاول البنت. من 3 ل 5 مربعات صغيره، اكتر من 5 في ناس تجيلها هارت بلوك. اقل من 3 التوصيل سريع. مش انتوا عارفين اللي بيوصل من فوق لتحت الايفي نود؟ وانها بتاخد الامبرس عندها تعالها شويه على ما الاتر بيخلص شغله عشان ما يشتغلش مع الاتر. لو واحد اتولد عنده اكسسري بندل بتوصل من الاتر للبنت، توصل بسرعه بقى، اتاخر ليه؟ فيوصل البنت بسرعه، فتلاقي البيار قصيره. اسمه فيجواليزيشن او وولف باركنسون وايت سندروم. واحد عنده اكسسري بندل. بعد كده تلاحظ ان في حاجه اسمها يو ويف موجوده عند بعض الناس وما نعرفش كانتها ايه. الناس بيدعوا انها موجوده في الهايبر تنسل. ومره افتم ان اللي عنده يو ويف يبقى معرض اكتر للسادن ديس. يعني كلها ابحاث انما ما حدش يعرف. فلو لقيتها ما لقيتهاش مفيش مشكله. Thank you.
بيس ميكر اللي بيعمل ديفايبريليشن. بيس ميكر انت عارفين البطاريه بتركب عشان تدي القلب ينبص. في تعديل ان اصبح هو نفسه يعني العيان ماشي كده وهو ماشي جاله فنتركلر فايبريليشن. هيموت. يقول لك الجهاز عامل له ديسكي يرجع منه. يبقى البرونج فيتي سندروم تفكر فيه امتى؟ لو واحد جاي يشتكي من فنتيليشن وفي عيلته صابوا بس. هو 44% بس دي السكن المربعات ثلاثة مربعات. نعم. هو دي بس ممكن اقول لك دي واحد اثنين من اثنين وفي واحد دي البي انما الباقي ما ده الكلام اللي احنا قلناه طبعا ده هيبقى قابل انك تقراه انما اهم حاجه انك تقوم من القعده عارف الكلام ده الكلام اللي احنا قلناه خفيف ده برضه هنسمع سنه انت سؤالك كان ايه؟ تبص عليهم فين؟ البي ويف اتعود تبص في اثنين وفي واحد. تبص في كام؟ البي ويف تبص في اثنين وليد في واحد. بص بقى في اثنين البي ويف عامله كده. خد بالك الطلعه دي بتمثل الرسمه دي والنازله دي بتمثل الليفت دي. المشكله؟ طيب ايه رايك لو الرايت اتريم كبر؟ لو الريت اتريم كبر يبقى الطلعه هي اللي هتكبر صح؟ مركز؟ طب طالما طلع فوق كده ما لازم ينزل شكلها بقى بيجي ما بقتش زي الاوبا كده بقى لها قمه اسمها بيبالمونال كنا بنعلمها بيك تقولها بيبالمونال تقولها بيك بالمونال رايت ولا ليفت بالمونال؟ رايت يبقى ده رايت اتريم اذا لو لقيت البي عنده هذا الشكل بين اثنين ده يشخص رايت اتريم رايت اتريم انلارجمنت طب ركز كده ترى لو طلع كويسه يعني الرايت كويس بس اللي كبر مين؟ الليفت الليفت لما يكبر يعمل كده اصبح شكلها واسع برود وليفت ما بقاش الشكل الجميل ده اسمها بي مايترال يعني ليفت اتريوم ولا مايترال ليفت اللي عايز يشخص اتريوم انلارجمنت يبص على الرايت اتنين لو لقى البي ويف بيك ده الشكل ده اهو لها قمه يبقى ده رايت اتريوم لو لقاها برود وبيفد الشكل اللي هنا ده يبقى ده ليفت اتريوم ده في ليفت كام؟ طب في نفس اللحظه بتبص على في واحد في في واحد بقى البي شكلها مختلف فيها حته بوزيتيف وحته نيجاتيف البوزيتيف بيمثل رايت اتريوم والنيجاتيف بيمثل ليفت اتريوم ده في كام؟ في في واحد مش محتاجه ذكاء بقى لو الرايت اتريوم كبير هتلاقي البوزيتيف كبير والنيجاتيف صغير طب لو الليفت اتريوم هتلاقي بوست اهو والنيجاتيف هو اللي كتير. بصوا على الشكل بس ونعيد الكلام. ليد اثنين مدور فيها على بي بالمونال وبي مايترال. ليد اثنين. طب في واحد دور على البوست في المونال. طب كلام بينا وبين بعض. في واحد ركز قوي على النيجاتيف. في واحد ركز على النيجاتيف، ركز على النيجاتيف. الكلام ده ماشي؟ هيتطبق طبعا.